تعال هنا استنى معلش استنى معلش كنا نتكلم عن المؤامرة التي ضبطها بعض العلمانيين المعزولين عن هذا الشعب لسرقة هذا الوطن ولتحطيم هذا الوطن ولإحداث وقيعة بين الجيش وبين الشعب، وهذا لن يكون أبدا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن نراهن على وعي هذا الشعب، ونحن نراهن على فطنة هذا الشعب، ونحن نراهن على تمسك هذا الشعب بدينه وبوطنه وباستقلال قراره الوطني. فيجب أن نحتشد جميعا لمقاومة هذه الفئة المنحرفة التي خرجت على الإجماع الوطني. ميدان التحرير للأسف تم اغتصابه من هذا الوطن، ميدان التحرير للأسف يدفع فيه من بلطجي الواحد في الليلة الواحدة 5000 من الجنيهات، كلنا رأيناهم على شاشات التلفاز، كلنا رأينا المخدرات والاختلاط، كلنا رأينا البلطجة. عمرو حمزاوي وهو من العلمانيين وليس من الإسلاميين كان هو والدكتور طارق زيدان، وطارق زيدان ليس محتوما أيضا على أي حركة من الحركات الإسلامية، كان في برنامج في قناة الجزيرة، ثم عندما قالوا كلمة واحدة، كلمة انتقاد واحدة لمن في الميدان، انتظروهم عند نزولهم وأوسعوهم ضربا. عمرو حمزاوي استحى أن يقول ضربوني وأهانوني، فقال لقد احتشدوا حولي مرحبين بي. وطارق زيدان تم تهريبه من أحد شبابيك الاستوديو إلى شقة مجاورة حتى ينجو منهم الدكتور صفوت حجازي، عندما ذهب لميدان التحرير وقال لهم اتقوا الله لا يصلح هذا الذي تصنعونه، ضربوه مرتين وهدموا وجهه وألقوه من فوق المنصة. عندما ذهب لهم اللواء طارق المهدي وقال لهم أناشد المضربين عن الطعام أن يأكلوا ويشربوا حرصا على حياتهم، أهانوه وهو ممثل المؤسسة العسكرية في هذا المكان ولم يقبلوا أن يستمعوا إلى كلامه. إذن هؤلاء لا يعرفون حرية ولا يريدون حرية، هؤلاء فقط يريدون اغتصاب هذا الوطن، يريدون سرقة هذا الوطن وسرقة ثورة هذا الوطن وبيع هذا الوطن لأسيادهم الذين دفعوا لهم بالدولار ربع مليار جنيه مصري أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية على هؤلاء. لماذا دفعت لهم؟ بالله عليكم هل تتصدق عليهم الولايات المتحدة؟ هل هؤلاء فقراء أعطتها لهم لكي يدمروا هذا الوطن من داخله؟ أيها الإخوة، لقد أحدثوا الآن للأسف الشديد أحدثوا فوضى أمنية منذ أحداث الثلاثاء الأسود، وهم يهاجمون الشرطة بالقول والعمل حتى اضطروا جهاز الشرطة أن يخلي ميدان التحرير، وهذا ما لا يوافق عليه الشعب المصري. يجب أن تعود الشرطة إلى ميدان التحرير، ويجب أن تعود الشرطة إلى كل شبر من ربوع هذا الوطن. البلطجة اللي في ميدان التحرير يجب أن تنتهي، المخدرات اللي في ميدان التحرير يجب أن تنتهي، السرقة سرقة الثورة التي تعز في ميدان التحرير يجب أن تنتهي، الاختلاط المشين والفضائح الجنسية التي تحدث في ميدان التحرير يجب أن تنتهي.